وللحديث عن قرار منظمة أوبك خفض إنتاج النفط الخام ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علا. وحياكم الله دكتور صباح. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك دكتور صباح. لماذا تصر دول منظمة أوبك بلس على خفض الإنتاج بهذا الشكل، وما هي المعايير التي ارتكزت عليها باتخاذ هذا القرار؟ حقيقة الاتفاق والتفاهم السعودي الروسي منذ فترة أكثر من 4 سنوات مضت في القرارات التي تتخذ في أوبك هناك تفاهم واضح، وهناك قواعد تربط البلدين المنتجين الأساسيين في أوبك، حيث أن روسيا تنتج ما لا يقل بين 10 إلى 11 مليون، والسعودية أيضا تنتج بحدود حوالي 10 إلى 11 مليون برميل يوميا، إضافة إلى العراق ينتج بحدود حوالي 4.5 وبقية الدول الأخرى في أوبك بلس. هذا الاتفاق الروسي السعودي حقيقة تحاول الولايات المتحدة الأمريكية العمل على تعطيل بنوده وتعطيل أي شكل من أشكال التوافق في القرارات داخل أوبك بلس. مجيء الحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى اشتداد الصراع ما بين روسيا والولايات المتحدة وأوروبا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بما أن روسيا مستفيدة من الإيرادات النفطية في تمويل الحرب منذ بدئها ولغاية اليوم. تسعى الولايات المتحدة الأمريكية حرمان روسيا من الإيرادات الداعمة للحرب، هكذا تفكر الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك خفض الإنتاج لأوبك بلس يعني بقاء الأسعار مرتفعة، ليس لصالح فقط روسيا وإنما لصالح دول الأوبك جميعا. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول عملية زيادة الإنتاج وزيادة ما يطرح في السوق العالمية يعطي إمكانية لخفضه قد يتراوح بين 50 إلى 60 ثم إلى ممكن أن يكون 70، وهذا يخفض الإيرادات على روسيا التي تقوم بالحرب على أوكرانيا، وكلنا نتابع طيلة فترة الحرب الروسية الأوكرانية عمليات الدعم والتسليح لأوكرانيا من أجل استنزاف روسيا والعمل على إحراجها بأي صورة أو أخرى. نعم. ولكن القرار الذي جاء أمس بعملية تخفيض الإنتاج 1.4 مليون برميل ابتداء من 1/1/2024، إضافة إلى قرار السعودية وروسيا أيضا أن هناك تخفيض طوعي يتراوح بين حوالي 1,700,000 برميل ما بين السعودية وروسيا، وهذا هو الذي زاد في إزعاج أمريكا والغرب بشكل أو بآخر، حيث بقت الأسعار أو ارتفعت. طيب في هذا السياق دكتور صباح، في هذا السياق كيف يمكن قراءة موقف أوبك بلس بعدم الاستجابة للمطالب الأمريكية؟ هل يعني لأسباب اقتصادية بحتة أم أن الأمر قد يتجاوز ذلك؟ حقيقة هو سياسي اقتصادي بحت. من الناحية السياسية كما قلت العمل على حرمان روسيا من زيادة الإيرادات الداخلة إلى روسيا أثناء عمليات الحرب القائمة. بنفس الوقت تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الهيمنة والسيطرة الكاملة على أسعار النفط
في العالم من حيث الإنتاج والتصدير وغيره. نعم عفوا دكتور صباح، هذا بالنسبة لموقف الولايات المتحدة، لكن أسألك هنا عن موقف أوبك بعدم الاستجابة للمطالب الأمريكية. أوبك لم تستجب للمطالب لأن هناك حالة من حالات الضعف في إدارة العالم من قبل الولايات المتحدة بوجود أقطاب جديدة، وهذا هو الذي يجعل من كثيرا من الدول التي تتجه شرقا ومنها السعودية والخليج بشكل أو بآخر محاولة للخروج من عباءة أمريكا والغرب في عملية الهيمنة على الطاقة بالدرجة الأساسية. ولذلك نلاحظ هذه السياسة ستعمل على تعضيد الإيرادات والإبقاء على أسعار تخدم حالة التنمية الموجودة في كل من الدول النفطية ممثلة بالسعودية أو العراق أو غيرها، الجزائر، كل الدول النفطية الموجودة تحت أوبك نلاحظ تحاول المحافظة على الأسعار، وهذا يعطيها إمكانية في عملية الابتعاد عن القروض الغربية أو الأمريكية، عن عمليات الهيمنة على صندوق النقد الدولي وغيرها، كما لاحظنا في أثناء كورونا وانخفاض الأسعار أربك الدول النفطية من حيث الإيرادات في جميع مشاريعها التنموية وغيرها. ولذلك بدأت حالة القروض وانتعش صندوق النقد الدولي في مسألة زيادة الفوائد وشروطه على دول كثيرة من العالم التي تناولت قروضاً من هذه البنوك الدولية ذو الهيمنة الأمريكية والغربية. طيب دكتور صباح، عفواً، يعني قد يبدو هذا الأمر مناسباً لدول اقتصادها قوي ويعني اقتصادها قوي وهي بمنظمة أوبك، ولكن ماذا عن العراق؟ على أي أساس اتخذ هذا القرار وهو في حاجة ماسة لموضوع النفط، لزيادة النفط؟ العراق لا يمتلك الإمكانية بالوقوف ضد القرارات في داخل أوبك بلس حقيقة، لأنه يشكل نسبة تتراوح أقل من 10% من حيث الإنتاج في أوبك الذي يتراوح بين 40 إلى 44 مليون برميل يوميا. هذا هو الجوهر الأساس. إضافة إلى أيضا العراق بعملية الدعم الإيراني يحاول الابتعاد أيضا عن تأثير الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل أو بآخر داعما روسيا. يعني هناك دعم إيراني لروسيا في الحرب، وهذا أدى إلى زيادة في مسألة العقوبات الأمريكية على إيران. ولكن العراق حاليا محرج بشكل كبير جدا في حالة انخفاض الإيرادات النفطية، باعتبار أنه حاليا يدخل في مشاريع أعتبرها مشاريع كبيرة أكبر من إمكانياته في عملية التخطيط بما يسمى بطريق الجاف وغيرها، استكمال ميناء الفاو، استكمال في بناء البنية التحتية، وكلها في اعتقادي وعود على الورق ولكن لم تظهر الحقائق بشكل أو بآخر، حيث أن 211,000 برميل حصة العراق من التخفيض ستخفض من إيراداته النفطية، وهو يمتلك هذه المشاريع وعليه ديون كبيرة داخلية وخارجية تقدر بحدود حوالي 112 مليار دولار وقروض تحتاج إلى عملية تسديدها. نعم، وبجميع الأحوال ربما يعني اقتصاده ريعي يعتمد على النفط ولذلك سيتأثر كثيرا. نعم، ورغم ذلك عفوا الموازنة الحالية بصراحة العجز الموجود بها يتراوح بعدد حوالي 49 مليار دولار مع عملية التخفيض، والعراق لديه مشروع لزيادة الإنتاج 2027 إلى 6 مليون. شكرا جزيلا لك، عذرا للمقاطعة ولكن لضيق الوقت، كنت ضيفنا عبر سكايب من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علا، وشكرا جزيلا لك.